تقول معه ابنه البالغ من العمر دون العاشرة ويريد الاعتبار معه، فهل تكون نية الإحرام للأب والابن؟ البلوغ لا يكون إلا من عشر فما هو، ما يكون البلوغ دون العشر، هذا يسمى مراهقا ولا يسمى بالغا، ما دون العشر يسمى مراهقا. أقل سن يبلغ له الذكر أو الأنثى أقل سن عشر سن، والأنثى قد تبلغ لتسع سنين، الأنثى قد تحيض لتسع سنين، والمدار على الإنزال، إذا أنزل واحتلم، إذا احتلم فقد بلغ ذكرا كان أو أنثى. والنية لا، كل ينوي لنفسه، كل ينوي لنفسه الإحرام. الطفل على قسمين، مميز وغير مميز، غير المميز من دون السبع هذا ينوي عنه وليه الإحرام، ينوي عنه لأنه ما عنده نية ولا يدري، ينوي عنه ولي. أما إذا بلغ التمييز وصار يعرف فينوي عن نفسه ولا ينوي عنه وليه.